خصنا نعرفوا اولا بانه التسممات راه حاله وظاهره عالميه، راه ماشي مخصص بها واحد المدينه او واحد الدوله. فكل الدول بما فيهم الدول المتقدمه والدول اللي يعني مطورين من 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 الاجهزه ديال الرقابه ديالهم راه تيوقع عندهم تسممات. يكفي بانه يكون هي خطا ديال المحضر ديال الماده الغذائيه، او اللي يكون يعني خطا في يعني في الماده الاوليه يمكن يؤدي للتسمم. هذا ما ما ما, ما, ما في الحق ما خصناش نقولوا بانه راه هي ظاهره خاصه هي بواحد المدينه، فهي ظاهره عالميه معروف عليها العالم كامل، واللي راه تقريبا تعداد ديال 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 الناس اللي تيتصابوا بالتسمم عبر العالم سنويا راه تيفوق 7 مليون يعني الشخص. اللي خصنا نركزوا عليه هو بانه لحد الان التسمم اللي وقع في مراكش ما عندناش عليه معطيات رسميه لحد الان، رغم ما يشاع وما يقال وهذا الشيء اللي خرج في الصحافه وهذا الشيء اللي خرج يعني في مجموعه ديال القنوات، راه لحد الان ما عندناش بلاغ رسمي او لا تصريح رسمي من مسؤول اللي تيقول لنا عدد الحالات اللي كاينه وعدد الوفيات اللي كاينه. حنا على حساب يعني البحث ديالنا على المعطيات، فلحد الان باقي يعني ما كاينش معطيات ثابته، ولحد الان باقي ما كاينش يعني واحد المعطى اللي هو رسمي اللي يحيد هاد الضبابيه على هاد الخبر بالنسبه يعني للمستهلك المراكشي والمغربي. حنا تنتمناو باش يعني تكون اخر يعني المره اللي تيوقع فيها بحال هاد الظاهره في المدينه ولا على الصعيد الوطني، لانه في الحقيقه هذه تضر يعني مباشرة بالاقتصاد وتضر حتى يعني بعض المرات، لأنه حيت تعطى واحد لومبلور لا تعطى واحد اش نقولوا واحد تنهضروا بواحد المستوى اللي هو كبير على واحد المسألة اللي تنعتبروها حنايا بأنها عادية، أنه واخا يعني ممكن بأنه أدت بحياة أشخاص ولكن راه تتبقى حالة عادية بالنسبة للإحصائيات العالمية. والحمد لله في المغرب باقي ما تنوصلوش حتى المعدل العالمي ديال المصابين وديال الوفيات من خلال التسممات الغذائية، لأن حيت تنهضروا على التعداد ديال الناس اللي تيتسمموا على الصعيد العالمي، راه ماشي تنهضروا على التسممات الغذائية، راه جميع الأشكال ديال التسممات بما فيها التسممات الكيميائيه، بما فيهم يعني لدغات يعني الافاعي والعقارب، بما فيهم لدغات يعني مجموعه ديال الحشرات اللي تتكون سامه. لهذا خصنا ما نعودوش نضخموا في المسائل، نعطيو وما نخرجوش الخبر الى ما كان يعني من مصدر رسمي وموثوق، راه في الحقيقه ما خصوش يخرج، لانه في الحقيقه راه تيضر مجموعه كبيره من 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 الشرائح لا ديال التجار ولا ديال المستهلكين. حنا هنا شنو هو الهدف ديالنا؟ الهدف ديالنا هو التوعيه والتحسيس ديال المستهلك وديال التاجر في نفس الوقت. بالنسبه لاصحاب المحلات ديال المطعم الجماعيه فلا بد ما المطعم ديالو ولا المحل ديال المطعمه ديالو خصو يكون تيجتاجب مجموعه ديال الشروط. هاد الشروط اللي تتعتمد على خمسة ديال الأشياء. أولا المادة الأولية اللي خصها تكون مادة أولية مصدرها معروف وذو جودة. ثانيا يعني الطريقة أو المكان ديال التحضير ديال هذه المادة الأولية اللي خصها تستجب لمجموعة ديال الشروط الصحية، تهوية، وجود الماء صالح للشرب، وجود يعني دوك المستويات ديال العمل تستجب الشروط الصحية، وجود واحد المغسلة ديال الايدي اللي تتكون يعني فيها واحد 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 المادة ديال الصابون اللي تتكون ضد الميكروبات، المستويات ديال العمل خصها تكون تتعقم، يعني مجموعة ديال الشروط اللي خصها تكون تيستجب لها المكان. كذلك المساحة، لأنه تنشوفوا هنا في مدينة مراكش سيرتو المدينة القديمة ما يمكنش متر على متر وتنقول أنا راه عندي سناك. والغريب في الأمر بأنه مجموعة من هاد الناس خدامين سنين هادي،
هذا اللي تيخلي السؤال، واش هاد الحملات ديال المراقبه اللي كاينه الان واش هي موسميه؟ نقولوا احنا مثلا غير تتمه ديال يعني الحملات اللي وقعت في رمضان، حنا تنطلبوا كجمعيه باش يكونوا حملات مستمره ويكونوا حملات دائمه وما نقتصروش على ايام الاعياد وفي رمضان، انه هذه مساله ضروريه. وشتي هذه الحملات اللي تنشوفوها دروك خصها تكون في الحقيقه دائمه. نرجع لك للشروط، قلنا خمسه ديال الاشياء، ذكرنا منها الماده الاوليه وذكرنا منها مكان التحضير، كذلك ادوات معدد ديال التحضير اللي خصها تكون تستجب للشروط الصحيه. راه ما يمكنش ندخل انا لواحد واحد واحد الكوزينه ديال واحد المطعمه واحد المطعم ونلقاه مثلا فيه ادوات مخزه، ادوات مسخه، ادوات اللي ما تستجب لادنى الشروط، وتنقول انا راه عندي سناك وانا راه بنعطي واحد المنتوج للمستهلك واللي هو سليم. خصها تكون عندي كذلك الشرط. المساله الاخرى هي مساله ديال يعني الطريقه ديال التحضير. الطريقه ديال التحضير مساله اللي هي مهمه. مجموعه ديال السناكات ومجموعه ديال المطاعم يقدر يدخل لك اللحم والحوت والدجاج ويديروا لك تيخدموهم كاملين بثلاثه دقه واحده وتيخدموهم مع لي سالاد في مكان اللي هو ضيق ولا في مكان واحد اللي ما فيه لا تهويه، ما فيه لا ما صالح للشرب، ما فيه لا موزع الصابون اللي هو مضاد للبكتيريا، ما فيه حتى حاجه. وكيفاش بغينا نخرجوا هاد الماكولات هذه؟ راه طبعا عادي تخرج بانها حامله يعني المجموعه ديال الجراثيم. المساله الاخرى اللي هي ديال داك المحضر، هذاك الشخص اللي تيحضر لنا ديك الماده، واش هو يعني تيستاجب للشروط الصحيه ولا لا؟ لا من ناحيه الهلدام ولا من ناحيه النظافه الشخصيه ولا من ناحيه الملف الطبي ديالو، لانه يعني مجموعه ديال 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 الاماكن ما عندهمش ملفات طبيه، هذوك المهنيين اللي فيها ما عندهمش ملفات طبيه، وهذا اللي تينعكس بالسلب على الجوده ديال الوجبات اللي تتقدم. هو اول حاجه احنا راه تنتوصلوا بشكايات في هذا الباب. هذا اول ما تنقولوا ليه واش شاف الطبيب؟ انه ما نقدروش نقولوا بانه راه السيد عنده تسمم وهو ما شافش الطبيب. منين تيشوف الطبيب تيشخص ليه الحاله ديالو، تيقول بان تسمم نيت وسميتو، تيخرج ليه يعني مجموعه ديال الادويه اللي تتعالج هذاك التسمم ديالو. عادي يقدر يتجه لينا او اللي يتجه للمصالح يعني المختصه واللي مكلفه بالمراقبه ديال هذه الاماكن هذه. هذه المساله فمنطاش رفع على الصعيد الوطني بواحد الشكل اللي هو كبير، بانه مجموعه ديال المواد الاوليه باش يخدموا هاد الناس مصدرها مجهول. تنقدر نمشي انا عند الرياش ولا نمشي للسوق وحنا ما تنعرف يعني تنمشي للسوق وتنشري واحد الدجاج اللي هو مثلا الجوده ديالو عيانه وتنجيبهاش. علاش؟ لانه ضرب حسابي انا خصني نربح واحد العدد اللي هو كبير ديال 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 سميتو ديال الاموال. هذا هو اللي تيخلي الانسان تيتجه للماده اللي رخيصه وما عندهاش الجوده، وفي الاخر تيوقع بحال هكا. يعني راه مساله اساسيه. المصدر ديال الماده الاوليه اللي ذكرت لك في الاول، انا فاش ذكرت لك خمسه ديال الاشياء اللي خص يعني يكونوا في المطعم الجماعيه، راه ذكرتها لك باش التجار وهاد الناس صحاب المطعم الجماعيه يكون في راسهم ويديروا المراقبه الذاتيه ديالهم ويكونوا مركزين على المسائل اللي هي قلنا ديال خمسه ديال الاشياء. الماده الاوليه مكان التحضير، المعدات والاواني ديال التحضير، الطريقه ديال التحضير، واخيرا العنصر البشري. داك السيد اللي تيحضر حتى هو خصو يكون تيستاجب للشروط الصحيه، لا من ناحيه الهندام ولا من ناحيه النظافه ولا من ناحيه الملف الطبي اللي خصو يكون يعني ما فيه حتى شي مرض اللي تيدوز للمواد الغذائيه. وراه هذه المساله هذه في مجموعه ديال التسممات تكون هي السبب الرئيسي ديال التسممات، تيكون هو الشخص وكذلك الماده الاوليه. هذو جوج الحوايج اللي تيكونوا السبب الرئيسي في هذه التسممات الغذائيه.